بدون ما تاخذ اذني. ليه ماتوا ترى يقولون بدون ما تاخذ اذني؟ لا والله صدق يعني احنا ساكنين مع بعض. وانت ساكن مع بعض كيف يعني؟ ما ابغى احد يسمع مشاكلي. مشاكل كلش سخيفة. مشاكلك روز تأخر 10 دقائق. إيه طيب ما بي حد يعرف إني أنا نفسية. وشو؟ ممكن بكرة أحد يقول هذا ما خاص ما صادق عبد السلام. ما هذا ما يهمني بعد. بلا. شاكل بس ما يهمنا أحد ها؟ إيه. بس والله يمكن الحين تشوف تقول الحين عبد السلام سلام سيكين. عشر رز. وغريب مغترب الحال وجاي وخالد. ما مغترب. وين مغترب؟ أنت عايش دور المغترب أنت. وش ما مع اي احد مو ام وابوه مو عنده هو مغترب مع والله لو كان ما ادري وين معلش ف لا واحد مانعك عن امك وابوك مانعني دوام مانعك لا تغير الموضوع وقف ما او شيء غير يا دوام عبد السلام ترى عبد السلام يقول انتم مانعين لا نرجع الموضوع انا وضرب شو شلون تقم مسكين انت دجاجة تطبخ ساعه طيب كيف يعني هذا خلاص قدر الله ما شاء فعل هذا كنت شيء انا مؤمن والله مؤمن لو ينفجر هذا نعم معك سعد نعم انت مؤمن ايه مؤمن انت انا سعد شمري هذا ترى بامكاني اروح انام الحين وتتصرف انت ما ايش مشكلتك على السلام محسس انه انا بموت اذا رحت ولا اذا نمت نم وروح انا جوعان طيب ايش لا تلخبط الامور انت تقول انا ترى بامكاني بروح انام نم تجلس حالك انا ما انام انا جواري وقعد اسولف مع الناس ازين من تشنويك ومن تشكيك ومن حلطمتك ها انت تقول لي 10 دقائق 12 دقيقه وانت احسب تنشدان الحال مروقة ها؟ مروقة جدا السلة عليت جدا عقب الأكل ايه الحين عاد ايه وقت النقاش وقت اللي أسولف معاك بما أنك كرويين خلينا نتناقش فيه كروي كرويين؟ ايه أيهم عند أيهم عندك أفضل؟ مين؟ ميسي ولا كريستيانو؟ أنا أشوف اللي يقارن بينهم هذا شخص عقيم عقيم مقارنة وعقيم عقيم فكرية لأنه صعب تقارن الاثنين أبدا المقارنة بينهم خطأ أنا أشوفه من وجهة نظري متواضع أشوفه خطأ وضح لأنه ميسي موهبة من الله أعطاه إي موهبة سبحان الله دربوه من يوم صغير سبحان الله صار موهبة ميسي كان معاق وكان عنده مشاكل صحية ولا برب وموهبة مع عز وجل إنه يصير لاعب مبدع ما شاء الله عليه كريستيانو ساحر كريستيانو اشتغل نفسه تعب طيب الحين نحكي احنا بالحين ايام افضل ما دخل بداياتك ما لي دخل وش كنت وش موهب ولا موهب الحين وش افضل طيب من افضل ما صعب تقول افضل ارقام كريستيانو افضل من ميسي يا اخي انت تبي كريستيانو صح لا بالعكس ما في احد بايب على فكره ما في شخص يحب كره القدم يكره ميسي حتى لو كان ما يشجع برشلونه صدقني أنا أشجع ريال مدريد ما كبر بس عندك أفضل كريستيانو ها كريستيانو عندك أفضل لا أنا كلهم أشوفهم أفضل اثنين صراحة يعني حصلت المقارنة لا في واحد أغلي أكثر منهم منهم اللي هو كريم بنزيما أشوفه أفضل لاعب بالعالم أنا أغلي كريم بنزيما اللي يجردون الناس يقولون حضيض لا مو هذا أنا أغلي أنا أشوفه من وجهة نظري هذا أفضل لاعب بالعالم أفضل لاعب العالم. أنا من يوم قلت هذا يعني كريستيانو ما هو أفضل. كريستيانو وميسي لن يتكرروا. طيب خلنا على. كريستيانو وميسي أفضل من بيليه وأفضل من. استهبل مارادونا. يا عمي مارادونا. أنا اكتشفت إنك أنت متعصب الحقبة اللي أنت عشته. يعني جميل. كريستيانو إذا تقول لكم لا. جميل جدا. الحقبة اللي كانت فيها مارادونا وبيليه طبعا بيليه قبل. إيه كرتها من طين إيه. قوانين مختلفة ما علي من يا اخي انت ما كان في تسلل كان يتكب جنب الحارس تسجيل اهداف كانت خربيط كرة القدم انا ما اشوفها الان الفكرة اللي قاعد يصير في كرة القدم ارجع سؤالي واضح ايهم افضل كريستيانو ولا ميسي؟ صدق كليهما يعني كلهم على خط واحد؟ كليهما طيب ليه تتفلسف عليه تقول هذا بدا مدري ايش هذا بدا مدري ايش؟ انا اقول لك اللي بيقارن بينهم خطا هذا موهبة وهذا اشتغل على نفسه ما يعني بأمانة لما يجيك يقول واحد أنا تعبت لين وصلت الناس تبي ترحم هذا الشخص اللي تعب ووصل لكن هذاك ما بالعكس هذاك يقول مبدع لو ميسي يسوي شيء غريب الحين ما عاد ميسي متعودين عليه إنه يسوي أشياء غريبة خلنا نختم
في احد افضل منهم جاء حاليا بالوضع؟ إيه؟ لا أبداً. ما اتوقع انه بيجي ولا اعطيك مقارنه فنيه. اصاروا محمد عبدو في احد يقارنهم؟ لا في هذه مره هذا رجل في فرق غير كذا. اكيد اقارنهم لا قارن قارن غير قارن رجل رجل ومره مره بالفن ما اقارن بالعمل. لا تقارن لا في فرق ما انت في فرق. هذاك رجل هذاك بادي هذا عمره الفني اكبر من اصاله. جميل جدا. طيب اوكي اللي يقارنهم واللي يقول هذا والله انا اقدر اقارن. لا ترى مقارنتك ما له يعني. تخيل اقول لك اي هند تفضل الكفر ولا الارز؟ نفس مقارنه ميسي كريستيانو الناس لا هذول يلعبون وطلعوا بحقبه واحده وكلهم قدم وكل هذول يغنون بحنجرتهم كل واحد عنده حنجره. لا بس ما هم ما بزمن واحد ولا عمرهم واحد ولا فنهم واحد ولا خطهم واحد ولا اصواتهم واحده. في فرق. جميل. والعمل يسوون عمل واحد فن. شلون عمل واحد فن؟ فني قاعد يغنون يا اخي ما له دخل. انت افهم انت قارني رجل برجل واجاوب عليك. لا لا اوكي طالما مدح محمد عبدو اذا انت برجل انا اتكلم عن عمل عن فن. اي خلاص انا اكلمك عن عمل عن فن. محمد عبدو افضل من طلال مداح. تكلم عن اولويه واسبقيه اقول لك لا في فرق. لا شوف حشرتك. ما حشرتك والله حشرتك قسم بالله. بالعكس انا اقول لك اللي قارن بينهم سيء هذا خطا. كلهم ما راح يتكررون كلهم اصواتهم جميله ومختلفه كل واحد مختلفة. والله معليش انا ختم والله مره انت ما تنقش معك عقيم. ليش نقاشات مو ترى ما فوز وخساره تبقى في الاخير انه مو وجهه نظر. من قال فوز خساره؟ انت تقول حشرتك مين بيب حشرتك؟ لا حشرتك على النقطه ما حشرتك بالنقاش. ما حشرتك طيب. انا كان انا سؤال انا محايد. انا سالت انا ايام افضل ميسي والكريستيانو اقول كريستيانو يعني عادي جوابي صحيح. لا يعني انا على الاقل بالنسبه لي وجهه نظرك يا اي اوكي على عادي انا شجاع اقول ما اقول انا هب فلان وكذا وتجيب لي تقارن لي اصاله محمد عبد وش المقارنه؟ اوكي انا ما مشكله انه انت يعني ما تعرف الرياضي ومتابع كره القدم ومتابع لا لا قل اي كذا انت كنت تتشخصن. لا لا لو بدي اقارن لك يا اخي انا رجل افهم اسمع اسمع المجال اللي انت فيه اللي انت فيه يعني شو اسمه متابع له الفن السوشيال ميديا بشكل عام ممكن اقارن لك بين شخصين وتقدر تعطي رايك. انت ليش صرت حاد شوي؟ ماني بحال. انت ما تعرف للكوره ما تعرف ما تعرف في شيء تضيفه قبل لا اقفل الموضوع؟ لا مو شيء اضافه لكن انا ودي لما اجي اقارن شخصيتين تكون عندك انت تصور كامل عن هذه الشخصيتين. انت عندك تصور كامل؟ عن كره القدم؟ لا عن الشخصيتين تقول ما قلت كرة القدم. أنا لا الشخصيتين بقول لك فيها اي مو شرط انا ما اقدر اقول اسم. وش بك تلخبط؟ ما تلخبط قاعد اوضح لك الشخصيتين اللي المفروض انا اقارنهم معك اللي بمجالك انت. اي عندي تصور كامل. تدري وش قلت انت يلا؟ انا اني بقارنك انت مع الشخصيتين. قارن انا قارن الشخصيتين اوكي يلا. ما اقدر اقول اسم هذاك الشخص ابدا يعني. ليه؟ ما اقدر اقول اسم الشخص، ما ابي اقول اسم الشخص. بلاك. بس ذاك الشخص يعني جته جاه المجال وهو ما تعب. ايوه. عكسك انت اللي انت تعبت واجتهدت لين وصلت المكان اللي انت فيه. ايوه. فانا قلت لك لو بقارنك بشخصيه معك بنفس المجال. اي قل اسمه عادي. ما راح اقول. ما انت مسيء. ما راح اقوله، لكن انا يعني عشان. طيب هو ما يستاهل يعني؟ ما يستاهل؟ ايه. لا والله بالعكس ما انا مين اللي يقول هذا يستاهل وما يستاهل كل واحد يعني انت متلقي ومتابع لا عشان نقفل لما تيجي تقارن شخصيتين مع قلنا انا اقول لك لما تيجي تقارن شخصيتين بعد شوف هذا كيف وصل هذا المجال وهذا كيف وصل بعدين قارنهم مع بعض لانه حرام ان تظلم الشخص اللي تقول والله هذا وصل والله هذا مستواه ونفس مستوى سعد لا مو كيف وصل سعد وكيف سعد وصل هنا من تقارن به حاليا ايه. ما قارنك بأحد صراحة بالله مختلف تماما والله إيه؟ إن أكثر الناس اللي قابلتهم كانوا يسألون عنك ما يدرون إنك كنت خالي إيه؟ يعني كانوا يكثرون كثير إيه؟ كانوا يكثرون كثير والله فما ما أشوفك مقارنك مختلف تماما عن باقي ال وش بقى تبغى خلاص صح انت كلامك كله صح صحيح هذا صح. الكلام بس انت يعني كانت. لا لا صح اصلا النقطه الاخيره اللي قلتها بي إيه صح, 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 صح اكيد حكي. اكيد خلاص انت كلامك صح يعني بس نتفق انه اللي يتعب ما هو مثل اللي جته صحيح اللي يتعب افضل صحيح خلاص يعني كريستيانو تعب صار افضل من ميسي لا
حشرتك ولا لا؟ لا والله اني حشرتك اعترف. حشرتك جميل جدا والله. لا مو حشره بس والله صحيح. صح كلام صحيح. ايه يعني أعلمك اني اقدر شلون اشوف منين درت بك. بس مو معناته ان ميسي سيء، بالعكس ميسي ما معناته سيء، بس انه عندك كريستيانو افضل. كريستيانو ايه شوي بس